السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نجلاء الحميدي. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض حلوى فرنسية جميلة جدا هتعجب حضراتكم وبالطريقة الأصلية، هي كريم بورليه جميلة جدا. المقادير اللي معانا النهاردة بأمر الله، معانا 5 صفار بيض بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا كمان 5 معالق من السكر. تمام كده، بنزل ب5 معالق السكر، 5 معلقة كبيرة، عايزة تقللي براحتك مفيش مشكلة خالص علشان ما يكونش مسكر معاكي. وبحط كمان شوية من الفانيليا او كيس من الفانيليا، او لو موجود عندك فانيليا سايلة تمام كده. بضربها بالويسكي كده او بالمضرب لحد لما يبقى القوام بتاعها معايا فلافي كده او كريمي زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط بنفس القوام. بضربه المضرب السلك عادي باليدوي مفيش مشكلة خالص. انا معايا 500 جرام من كريمة الخفق، كريمة الحلويات، بنزل بيها كده في حلة وهنروح بيها على النار. 500 جرام، نص كيلو من كريمة الخفق، كريمة الحلويات. تمام، بسيبها بس اول ما بتدفى معايا كده مفيش 5 دقايق بالظبط بروح شايلاها. بعد كده بروح جايباها وهنزل بيها على الخليط بتاعنا شوية بشوية، وانا بقلب شوية بشوية وبقلب علشان الحرارة بتاعتها ما تسويش معايا البيض. تمام، لحد ما بنزل بالكمية بتاعتي كلها كده وبأديله تقليبة كويسة زي ما حضراتكم شايفين لحد لما السكر يكون داب معايا. اتاكد ان السكر داب معايا كويس. دي البوله اللي كان فيها كريمه الخفق، هبتدي ان انا اصفي بقى الكريم معانا زي ما حضراتكم شايفين كده علشان لو في اي شوائب. بعد كده بشيل زي ما حضراتكم الوش الابيض الخفيف ده بشيله خالص علشان ما يعملش معايا طبقه على الكريم بورليه وهو داخل الفرن. تمام كده، بعد ما بتأكد ان انا شلت كمية الوش اللي على الوش ده، بعد كده بجيب معايا حاجة صينية بتدخل الفرن وبحط فيها البولة كده. دي كده طاجن بورسلين تمام، او طاجن اللي هو اللي بنعمل فيه الرز بالحليب او الزبادي تمام، او طبق بايركس بيدخل الفرن. اي حاجة بتدخل الفرن بتعملي فيها الكريم بورليه. تمام، دي الطريقة الأصلية للكريم بورلي بكريمة الخفق، حاجة جميلة جدا. بحط بقى مية مغلية زي ما حضراتكم شايفين كده، وبكون مشغلة فرن على درجة حرارة 150. بحطه على الرف اللي تحت وبسيبه لمدة من 40 ل50 دقيقة. تمام، انا طبعا الفرن بتاعي ما عنديش الاوبشنز ان الفرن يشتغل من تحت بس، فانا هحط الصينيه دي بحيث ان هي تعزل الحراره شويه عن الوش عشان انا مش عايزاه يعمل معايا وش. تمام كده، قعد معايا ساعه الا 5 دقائق على درجه حراره 150، خرجته. بعدها بقى انا بطلعه يبرد، بس بسيبه يبرد لمده 15 دقيقه. بعد كده بدخله الثلاجه. تمام كده، متماسك وجميل جدا. بعد كده بدخله التلاجة بيقعد ساعتين، وبعد لما بيقعد ساعتين بخرجه من التلاجة. بعد كده انا معايا اهو شايفين متماسك جدا، ولما بقلب كده الطواجن ما بتقعش مني ولا حاجة. انا معايا كده سكر، لو عندك سكر بني مفيش مشكلة، سكر ابيض عادي الاتنين واحد. ببتدي ان انا ارش كده السكر وبقلبه كده، بديله تقليبة بحيث ان هو يتفرد في الطواجن كلها. الكمية بتاعتي دي تعمل لي 4 بولة من اللي هو البايركس او البولة او الطاجن اللي هو البني ده. تمام، لكن الكمية دي عملت معايا ال3 طواجن دول، الاثنين الطاجن ده والبولة البايركس او الطبق البايركس ده، يعملوا معاكي من 4 ل5 طاجن من الطاجن البني الكمية بتاعتنا دي. معايا الترش بتاعنا بشغله كده، بحرق السكر بكرمله، ريحة الكرملة بتاعته جميلة جدا. طبعا لو ما عندكيش الترش ده بتحطي سكر بودر وبتدخليه في الفرن تحت الشواية 5 دقايق بالظبط، هيبقى معاكي نفس النتيجة. انا عملت كده في الطبق البايركس بس للأسف اتاكل. تمام كده، حتى كمان بعد ما خلصت البولة او الطاجن ده زي ما حضراتكم شفتوا في اول الفيديو، شايفين اللون الجميل ده، اسلام طبعا حرقهولي
كان بيجرب يشتغل او يعمل معايا كريم بورليه، لما حرقه معايا حرق معايا السكر، مفيش مشكله، لكن هو يعني طعمه حلو، مفيش اي مشكله خالص، تمام كده اهو، حتى باين اهو الطاجن الابيض، وده كمان الطاجن البني بعمله كده زي ما قلت لحضرتك. لو ما عندكش الترش ده بتحطيه سكر بودر وبتدخليه تحت الشوايه 5 دقائق بالظبط، وبيبقى مع حضرتك نفس النتيجه. طبعا بيكون دافي شويه من تحت، جميل ريحه الكراميل، شايفين ما فيش، ربع ساعة بالظبط وبتبتدي تاكلي منه، شايفين حاجة جميلة جدا. كلهم كانوا واقفين ورايا وكنت بأكلهم، أنا ماليش في الحاجات المسكرة. أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. شايفين كريم بورلي ناعم قوي قوي، الطريقة الأصلية بتاعته، كريم بورلي ده حلوة فرنسية، الطريقة الأصلية بتاعته بكريمة الخفق. أتمنى يكون الفيديو نال إعجاب حضراتكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.